بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. قوي عربي أهوان ترين هيا قوي قاس سببتي ستهاي مدحوينها إسماعيل عمر قيل رق أي كشيغين حلبان ناها أي رادين فرقلين بوكو سمية صومالي أنو قبيا ما ناهاين، لكن arintaas aan ka qiiroday waxaan ogaa wuxuu u ka maray Soomaaliya Ismaaciil Umar Geel. Waxaan u soo joogay shirki carte inuu maalin yiri walaalayaalow ee Hiiliya oo halka uu ku booyay. Taasina waxay tusaynaysay daacadnimada arinta Soomaaliya uu daacadda ka yahay. Marka gabagaan aan tirinaya saddex qaybood weeye. Qayb waa qayb aan reer Jabuuti horumarkay gaareen aan ku cadeynayo iyo madaxweynuhu hoggaamin uu ku hoggaamiyay. Qaybna waa Soomaaliya wixii uu ka qabtay. Qaybta ugu dambeysana waa ugu ducaynayaa madaxweynaha Ismaaciil Umar Geel. Marka anoo bilaabahay waxaan idhi bismillaahir rahmaanir rahiim xamdan lillaahi alladii ancama calaynaa binicmati aliimaan wadiini alhudaa asamxati xujati albaydaai waowjadanaa min cadabin faatiran bilaa ikhtiyaari ويميتنا ويحيينا بقدرته بلا امتراء وأسلم على أفصح من نطق على من نطق بالضاد محمد بن عبد الله داعي حنفائي وأقدم شكرا وتقديرا إلى أهل جبوتي شعبا وحكومة ورئيسا فهم كرماء لما غابوا من كل حدب وصوب نافذين بما خطده العقلاء والنبلاء من أمن بالمدن والقرى والبوادي حافظين بالحدود من ماكر وأعداء وعمروا بلدهم بالبناء الشامخات والدور والشوارع وبسط الطرقاء وسووا سك الحديد الذي تسرع فيها القطارات إلى مدن كثيرة مع بعيداء ربضا بالجبوت إلى غارة السمراء مارا أرض الحوشة ومدنها الفصيحاء وشيدوا ميناء بلدهم التي تكفي خدمة العرب والعجب إفريقيا وآسياء ترسو فيها البواخر العملاق التي تحمل جل أنواع البضائع والميراء وجهزوا مطارهم للطائرات التي تذهب تجي من وإلى القارات جمعاء وطوروا تعليمهم المدارس معاهد والجامعات التي تربي الجيل النشآء قادهم الرئيس الملهم إسماعيل راعي ذو الفكرة الصائبة فاق رأي النظراء قادهم الرئيس الملهم إسماعيل راعي ذو الفكرة الصائبة فاق رأي النظراء جعل العالم يحنو إلى وطن جبوتي كأنهم أهل وعشيرة وغربة الأغرباء إلا نزرا قليلا صما أعماهم الحقد رؤية تقدم الذي تخطاه زمرة أقوياء كأنه ليثا جاهدا بحفظ جمع الأشبال في الغابات الخضراء حول اللفيفاء كأنه بازا يطير في الهواء ناظرا صياده فوق الأرض وتحت السماء وشيب رأس الرئيس إسماعيل بشمل أمراء صومال وجمع الفرقاء لن يألو جهدا كبيرا من مال ووقت مع قلة الأعوان وندرة نصح النصحاء منقذا دولة صومال من هاوية رماها الأعداء قرض إهلاك الإفناء إلى بر الأمان كما يراها الجميع واعترف الأعداء بدا قبل الأصدقاء ناشلا لحم صومالي من أنياب
أسود ونمور ومخالب الصقور النائي. اتهم بعض النواب الرئيس تدخلا في تسديد شؤون الفئات كل الفرقاء. ليسوا أهل تدبير من إنقاذ وأدها وتثبيت قدميها أرض الأجداد والآباء. كنت دافعا صانعا معروف أنكره فئة أخضأ الرأي وسموا شهر جهلاء. كنت دافعا صانعا معروف أنكره فئة أخضأ الرأي رموا سهم جهلاء. أخيرا أرسل الرئيس الملهم جيشا سماه هيل ولا لأجل أداء واجبائي. إلى اسم إلى استتاب الأمن في هيران وما إلى استتاب الأمن في هيران وما جاورها من مدن قريبة أو بعيداء. ناويا بسط الأمن إلى قلمدق وربوع البلاد جميع المدن والقرى. ظل الرئيس الملهم إسماعيل راعيا البلدين جيبوتي الصومالي جهدا سوائي. صار الرئيس الملهم رجل قرننا في قرن الإفريقي بلا منافس ولا مرائي. إنه ابن بارا بشعبه وجنسه وذوي إنه ابن بارا بشعبه وجنسه ذوي الحاجة وطلب التقدم بالجهد والرجاء. اللهم سلمه واغفر له ذنبا صغيرا وكبيرا راجيا قفر. اللهم سلمه واغفر له ذنبا صغيرا وكبيرا راجيا قفر الرحم الرحماء. واسقه حوض المصطفى الذي لا يظمأ وارده أبدا مع جنة الخضراء. اللهم حاسبه حسابا يسيرا مع أهل الخير الصالحين المتقين مع العلماء. أدخله جنة الفردوس مع عدن تنسيه من ضنك وجهد الدنيا الفناء. أعطيه حور عين مغصورات في جنات الخلد ذي الأنهار الأربعاء. الناشر أحمد معلم لأجل حبيب حبه لله ولما قدمه لقومه والوراء. شيء اسمه مدحوينها إسماعيل عمر قيل رضي الله عنه إلى هي أكرها للنقدة شغوين بوكا قبطي صوماليا يدلكي سبا والبارئة وحوية شعبك صوماليا يا شعبك جبوتي لبدا وضع عدوه او هدا لكو رون يحي marka waxaan ku difaacay rag wax ka sheegay oo markaas aanu gabyaan ma aanahayn arintaas xogagaas yar sidaas aan u tiriyay sanadkii waxay ahayn 2012kii marka hada waa ku soo celiyay waxyaalo cusub ku soo biiray oo ciidankii hiil walaal uu hargey uu keenay meesha la yiraado hiiraan oo kale sidaas aan ugu soo celiyay. وبإنتاس أنكسين هيا وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.